يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية معانا في الفقره دي فتيات الذهب الاهلاويات اللي دايما بيرفعوا راسنا وبيشرفونا في كل المحافل الرياضيه. ابطال توجوا بلقب كاس مصر وكمان لقب تاني، هم حصلوا على ثنائيه الدوري والكاس وبطبيعه الحال تربعوا على عرش كره الطائره في مصر. معانا اثنين من الفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي، مريم متولي ودعاء الغباشي. صباح الفل عليكم ومنورينا. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله. مالكم قاعدين مكسوفين كده؟ اللي يشوفكم في البطولات وفي الماتشات ما يقولش ان انتم بالهدوء ده كله. اولا بهنيكم في بدايه الكلام طبعا على الثنائيه، طبعا حدث كبير جدا واكيد شيء مشرف جدا بالنسبه لكم. فلخصي لي كده البطولتين دول والمشوار اللي انتم قطعتوه انتم الاثنين لغايه لما تحصدوا هذه الثنائيه. نبتدي معاك يا دعاء. والله انا مبسوطه جدا ان دي اول بطوله ليا في النادي الاهلي. انا لسه يعني جايه النادي الاهلي السنه دي، وكان نفسي طبعا احقق معاهم العربيه والافريقيه، بس طبعا الظروف اللي حصلت دي. بس الحمد لله ان احنا قدرنا نحقق كل البطولات اللي احنا دخلناها. بس كانت فتره صعبه، فتره الكورونا دي وفتره التوقف دي، قعدنا فتره كبيره قوي يعني تقريبا اكتر من يعني نهايه السيزون كده بيبقى عندنا برضو منتخب، فعمرنا ما قعدنا الفتره دي. فطبعا الجهاز الفني كان دايما بيتابع معانا، ومدربات الاحمال بتاعتنا برضو كانت يعني دايما بتتابع معانا، او عامله لنا برنامج كده نشتغله في البيت. وهي دايما كان كابتن حمدي بيركز على حته ان احنا لازم نحافظ على وزننا، ولازم على الاقل يبقى في يعني نحافظ على لياقتنا شويه عشان لما نرجع نبتدي تاني ما نبقاش يعني ضايعين قوي، فلازم يبقى في لياقه شويه. فالحمد لله اول ما رجعنا برضو تقريبا احنا من اول الانديه اللي رجعت بعد الكورونا، ورجعت بقوه ما شاء الله. الحمد لله صحيح. يعني الحمد لله، وكابتن حمدي والمدربين اللي مع كابتن حمدي، الجهاز كله بصراحه تعب معانا الفتره دي لحد ما قدرنا نحسب اللقب الدوري والكاس. وانت يا مريم المشوار ده كان عامل ازاي بالنسبه لك؟ دوري وكاس في موسم واحد، ده حدث مهم. انا طبعا يعني مش هختلف قوي عن كلام دعاء. احنا الحمد لله متعودين دايما في الاهلي كل سنه الحمد لله يعني بناخد دوري وكاس، وساعات العربيه وساعات افريقيا، فدي حاجه يعني الحمد لله احنا متعودين عليها، وبتكون يعني اهم بطولتين لينا كل سنه. يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نحافظ على ده. يعني انتوا بتلعبوا بتيشيرتات عليها شعار مخيف جدا الحقيقه، يعني شعار النادي الاهلي هو مش مجرد شعار بقدر ما هو مسؤوليه كبيره اكيد بتكون ملقاه على عاتق اي لعيب لابس التيشيرت دي. بلس ان انتوا بتتعاملوا مع جمهور العادي بتاعه وعبر التاريخ ان هو ما بيقبلش غير بالبطولات، فاكيد الموضوع ده بيشكل عليكم ضغط بشكل او باخر. تعالي نبتدي معاك يا دعاء. والله هو انا يعني انا لعبت في انديه كتير قوي في مصر، بس انا اول مره اعرف يعني ايه بجد فرقه بتلعب عشان بطوله، عشان هي هم ما عندهمش ما بيقبلوش بحاجه اسمها مركز التاني. احنا البطوله يا اما مش هنقبل باي مركز تاني غيرها. في طبعا رهبه التيشيرت الحمراء، مش اي حد يعرف يعني يعرف الشعور ده غير فعلا الناس اللي لبست التيشيرت دي وجربت تدخل تلعب بطوله يعني مع النادي الاهلي. وفعلا يعني هو تلقائيا بتلاقي نفسك حتى لو انت مش بتشجع مالكش في اي حاجه، فجاه بتلاقي نفسك بجد بتروح بكل شعورك مع النادي ده، ولازم تكسب عشان انت مش هتفرح نفسك بس، ده انت ده لازم تكسب عشان الجمهور الكبير اللي ماشي ورانا ده لازم نفرحه يعني. ومريم وضع جماهير النادي الاهلي اللي بتهتف دايما باسمائكم في الماتشات والمباريات ومفعول يعني هتافاتهم دول يعني بتكون عامله ازاي معاكي؟ وبرضه استكمالا للسؤال اللي كنا بنساله الدعاء، طبعا الجماهير يعني مهمة جدا في الملعب معانا، بالذات في البطولات الكبيرة العربية وأفريقيا. وجودهم في الملعب دايما بيدينا حماس أكتر، إن احنا يعني ما ينفعش نروحهم دايما متضايقين، أو إن هما مثلا لا قدر الله يبقوا جايين الماتش ما يستمتعوش زيهم زينا طبعا. بنحاول دايما إن احنا نبسطهم يعني، وبنتابعهم كلنا دايما على السوشيال ميديا وبنشوف آرائهم، ودايما بنحرص يعني ان احنا يعني نلعب قدامهم بمستوى لائق يعني. طب وجود كابتن محمود الخطيب في المباراه النهائيه لكاس مصر اكيد برضو كان ليها مفعول السحر اكيد. اكيد. كان انطباعك ايه اول ما شفتيه للمره الاولى وعرفتي ان هو هيكون حاضر المباراه؟ احنا لازم طبعا اول ما شفناه طبعا احنا قلنا ان احنا لازم نلعب كويس قوي، ولازم نعرفه ان احنا فرقه كويسه قوي ايا كان نهائي. احنا طبعا كنا بنلعب فرقه محترمه قدامنا، بس احنا يعني
قدرنا الحمد لله اللي احنا نثبت له ان احنا فرقه محدش هيقف قدامنا، وان احنا فعلا هنفضل فتيات الذهب ان شاء الله لسنين كتير قدام. ويعني الموضوع ده استخدم يعني حاولنا نركز اكتر عشان ما نغلطش غلطات مالهاش لازمه في الماتش. اه هيبقى شكلها وحش الماتش ده بصفه خاصه، ونهائي كاس وحدوته. أيوة كابتن بيبو قاعد بيتفرج. ايوه هو في العادي يعني مش دايما بيحضر لنا ماتشات، فكان حدث يعني مهم بالنسبه لنا. طيب دايما بنتكلم وبنسمع المصطلح اللي بيقول روح الفانيلا الحمراء. انا عايزين نعرف بقى من الناس اللي بتلعب بروح الفانيلا الحمراء، ايه هي روح الفانيلا الحمراء من وجهه نظرك يا دعاء ومن وجهه نظرك يا مريم؟ بصراحه هي حاجه يعني ما مش هقدر يعني، هو شعور داخلي كده مش هقدر اقوله. عامل ازاي يعني بيدفعك؟ هو دايما بيخليك تفايت طول الوقت. هو لازم، ما فيش حاجه اسمها ان انا حتى لو انا تعبانه لا انا هفايت لحد اخر نقطه، عشان انا مطلوب مني ان انا دايما ابقى نمبر 1، فلازم افايت عشان الحته دي، وعشان الجمهور الكبير اللي ورانا ده ما نخذلوش في ولا مره. فيعني هو شعور داخلي كده، هو يعني بيخليك تلعب حتى لو انت تعبان. مريم، اخر مره استدعيتي فيها روح الفانيلا الحمراء وعملت معاكي شغل كان امتى؟ اخر ماتش ده عشان نهائي كاس، عشان يعني الكاس دايما بيبقى فيه عامه مفاجآت، وده فعلا اللي حصل بين فرقتين الصيد والزمالك. دايما يعني بيحصل يعني اي حاجه متوقعينها ممكن فجاه تتغير في بطولات الكاس، فده خلانا ان احنا اكتر عندنا دافع يعني ننزل الماتش ده بالذات من غير هزار يعني، او احنا يعني دايما ما بنهزرش طبعا، بس قصدي ان نزلنا اللي هو بنحرص حتى على كل نقطه يعني، ما عندناش مبدا ان احنا نتهاون يعني. بس فروح الفانيلا الحمراء طبعا على طول معانا يعني، بس ليها ماتشات معينه كده بيبقى فعلا الشعار ده في محله. اكيد عشان توصلوا لتحقيق الثنائيه الدوري والكاس، فبطبيعه الحال معناها ان انتوا خضتوا مباريات كتير طبعا، غير المباريات الوديه وغير التمرينات والاستعدادات. بس اكيد بيبقى في دايما في مشوار كل لاعب او لاعبه مباراه بعينها، مباراه معينه ما تتنسيش لسبب او لاخر. فايه كانت المباراه دي بالنسبه لك يا مريم وبالنسبه لك يا دعاء؟ انا بالنسبه لي كانت فرقه بايب لاين في بطوله افريقيا 2015 افريقيا انديه. في كذا طبعا بطوله تانية، بس يعني دي اهمهم بالنسبه لي. بتبقى يعني عشان صعوبه المباراه، عشان قوه الخصم، ولا الملابسات اللي بتلعبوا فيها؟ يعني ايه اللي بيخلي المباراه مباراه ما تتنسيش عموما؟ بالنسبه لي انا يعني عشان كنت دي اصلا اول بطوله افريقيا انديه العبها في حياتي، وكنت لسه صغيره ومتصاعده، فكانت بالنسبه لي يعني حاجه مهمه قوي يعني ان انا يعني العبها. وساعتها اخذت احسن لعيبه في البطوله، فكانت هي البطوله كلها عامه بالنسبه لي ما تتنسيش. جميل يعني. وبالنسبه لك انت يا دعاء؟ هو انا عشان دي اول سنه ليا في الاهلي، فانا كان يعني دايما ماتشات الصيد بلعبها كويس يعني، ما معرفش هي بتصادف معايا ان انا احسن ماتشات بلعبها كانت ماتشات الصيد في الدوري وفي الكاس. فدي اكتر ماتشات يعني افتكرها يعني. احنا الفيديو اللي شايفينه معاكم ده كان بعد الحصول على الكاس مباشره. أيوة. وفرحه النصر. عاملين ازاي علاقتكم ببعض فريق في هذا الكم من الفتيات؟ يعني بعيدا عن الملاعب وبعيدا عن التمرينات والمباريات، بتخرجوا مع بعض؟ بتشوفوا بعض باستمرار؟ يعني هل في جو الاسري المتوقع انه يكون موجود، والا ما كانش هيكون في الانسجام ده اللي هيحقق بطولات في نهايه المطاف؟ على طول بصراحة احنا كده يعني، عشان احنا مع بعض من زمان قوي. سواء احنا عامة في الاهلي او اللعيبة يعني، عشان دايما بنلعب مع بعض في منتخب مصر يعني. مثلا لعبت مع دعاء قبل كده في المنتخب، فاحنا اوريدي عندنا يعني انسجام مع بعض يعني. فلما جت بقى النادي ده زاد اكتر. فاحنا عامة كلنا في الفرقة بنكون كده، اي حد بيجي لنا جديد حتى بنحتويه يعني، مش بنحسسه ان هو مش بقى من بره النادي او كده يعني. حلوه بنحتويه دي. بس هو انا ومريم اصلا هو انا ومريم في الاول ما كناش يعني، قبل ما اجي النادي الاهلي ما كناش اصحاب خالص. ف
فيعني انا الناس حتى لما انا ما كنتش اصحابهم في النادي الاهلي هم اكتر ناس قربوا مني وهم اكتر ناس احتووني ودخلوني جوه الفرقه عشان طبعا واحده جديده ف يعني جايه مش قريبه قوي. انتوا عايشين مع بعض يعني ممكن بجد تقولوا بتشوفوا بعض اكتر من بتشوفوا اهاليكم في البيت. دي حقيقه. طيب خلونا نقعد بعد اذنكم عند النقطه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لعشرة الصبح في الاهلي وعوده لبطلتنا ونجمتنا دعاء ومريم اللي مشرفينا وحصلوا على ثنائيه هذا الموسم الدوري وكاس مصر لكره الطايره. قبل ما نرجع نكمل اسئلتنا معاهم بس خلونا ناخد مكالمه تليفون من نهله سامح وهي كابتن الفريق الاول لكره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن نهله صباح الفل عليك. صباح النور، ازي حضرتك؟ الله يخليكي، اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. دلوقتي كان اخر حاجه كنا وقفنا عندها في اللينك اللي فات كنا بنتكلم ومريم قالت لنا على تفصيله الاحتواء وكانت عامله بايديها علامه الحضن، فاكيد مساله الاحتواء دي برضو دور مهم جدا انت بتقومي بيه ككابتن للفريق، فكلمينا بقى عن الدور ده. طبعا زي ما مريم كانت بتقول، طبعا انا متابعاكم طبعا من اول اللقاء يعني. زي ما مريم بتقول طبعا احنا دايما الفرقه بتكون مع بعض في المنتخب، يعني في لعيبه كتير من انديه تانية بنكون طبعا كلنا فرقه واحده بنلعب باسم مصر، فبيكون الموضوع سهل شويه لما بيجونا طبعا في النادي الاهلي. يعني احنا دلوقتي عندنا اكتر من كذا لعيبه جايين لسه السنين اللي فاتت المواسم اللي فاتت، منهم طبعا دعاء وفريده وايه وصاره غير المحترفين اللي بيجونا. وعايزه اقول لحضرتك كمان يعني هو كمان اللعيبه الصغيره اللي بتتصعد لنا بيبقى برضه في دور ان احنا لازم نحتويهم وندخلهم في جو الفيرست تيم، برضه بيبقى اللعب مختلف شويه عن اللعب في الناشئات والشابات. اكيد ان احنا نخليهم يدخلوا في نظامنا. بس يعني الموضوع بيبقى سهل كمان بالذات ان دعاء واللعيبه دي يعني مش شخصيات اللي هي عندها روح المكسب والحاجات دي، فالامور دي بتكون سهله شويه يعني هم بيساعدونا شويه كمان. احتفلتوا ازاي يا كابتن نهله بالثنائيه العظيمه دي الدوري والكاس؟ احنا لسه شويه اجازه بس احنا طبعا اجازه يعني ان شاء الله اجازه احنا بنتكلم في دوري وكاس اكيد لازم يبقى في مظهر احتفالي ما ولا بترقدوا له الفتره الجايه؟ لا في احتفال. طبعا طمني لي عليكم. ايوه كده. لا احنا بنحتفل طبعا، ده يعني اول حاجه احنا احتفلنا بعد الماتش على طول واحنا راجعين مع بعض يعني في نفس اليوم. بس جميل. لسه بقى الاحتفال الكبير يعني ان شاء الله هيكون برضه لما نرجع، وطبعا بنحتفل معاكم في قناه الاهلي طبعا يعني. ده احنا اللي بنحتفل بيكوا والحقيقه يعني مدعاه للفخر وشيء جميل جدا ومشرف. يعني شايفينك اهو انت شايله الكاس، احساس عظيم اكيد. طبعا هو يعني يمكن الحمد لله انا بلعب في النادي الاهلي يعني من وانا عندي 8 سنين، لكن طبعا الامور كلها والبطولات الحمد لله اللي قدرت احصل عليها، يعني الحمد لله وصلت للبطوله 45 ببطوله الكاس. يمكن من اغلى البطولات بالنسبه لي البطولات اللي هي ان انا شلت الكاس اللي هي وانا كابتن فريق، يعني انا يعتبر كابتن فريق من 2016، يعتبر البطولات دي كلها غاليه عليا جدا بالذات ان انا اللي كنت يعني بمثل الفريق في استلام الكاس والحاجات دي. الى المزيد من الانتصارات والنجاحات والبطولات والكؤوس الفتره الجايه ان شاء الله. قبل ما نقفل معاكي كابتن نهله، احنا زنقين لك مريم ودعاء على الهوا، لو عايزه تقولي لهم اي حاجه عندك اي سؤال. هو انا ازاي فرصه رائعه لتخليص الحقوق لو في اي حاجه. انا اللي عايزه اقولها، ده هي اللي عايزه تقولك. اتفضلي. هو بص يعني نهله بالنسبه لي هي مش كابتن فرقه بس، هي بجد قائد وهي يعني ما شاء الله عليها. يعني هي بتلعب في نفس مركزي، انا لما كنت بنزل وبلعب وحش مثلا كانت هي اكتر واحده في الفرقه بتشجعني، حتى لو هي مثلا مش موجوده معايا في الملعب هي بتشجعني عشان ابقى احسن، حتى لو انا مثلا بره الملعب بتقعد تقول لي جهازي عشان تنزلي، دايما كنت بلاقي التشجيع من اكتر واحده مع يعني هي في نفس مركزي واكتر واحده بتشجعني. بصراحه انا اول مره اشوف كابتن فرقه هي قائد في كل حاجه ومثل اعلى لينا في كل حاجه بجد، وانا بشكر نهله وكنت طبعا محظوظه ان انا لعبت معاها في ملعب واحد. تردي بقى على المشاعر الحلوه دي وتقولي يا كابتن نهله. ايوه انا يعني والله انا يعني والله مش عارفه اقول ايه، بس هم طبعا عارفين هم يعني دعاء ومرام غاليين عندي قد ايه، يعني انا مرام متولي دايما بقول ان هي اختي الصغيره ودعاء عارف انا بحبها قد ايه، وانا مبسوطه ان انا يعني بلعب معاها وهي لعيبه تستاهل كل خير، وكمان ان هي دايما بتظهر وعملت مجهود معانا كتير جدا ومن الناس اللي كانت مؤثره جدا في نهائي الكاس بالذات، يعني هي شاركت طبعا بنسبه كبيره ان هي
تساعدنا في نهائي الكاس. فانا يعني والله انا بشكرها على الكلام ده كله، وهي تستاهل اكتر من كده بكتير والله. جميل، وربنا يديم المشاعر الحلوه دي كلها ما بينكم. بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك على الفوز بثنائيه الدوري والكاس. واثناء الفاصل انا نما الى علمي معلومه كده تخليني لازم اقول لك يا دعاء اجمل التهاني للعروسين، وسامعين خلفيه زغروطه كده في الاحداث وفي جو جامد. عروسه جديده بقى صح كده ولا المعلومه دي مشكوك فيها؟ لسه هبقى جديده ان شاء الله. ده الكلام على الشهر الجاي. لا، الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي كمان. طيب الف مبروك. لحقتوني بقى قبل ما اتجوز. الف مبروك. الله يسعدك. ايام لاعب كره طايره برضو ولا مدرب كره طايره؟ محترف. اوه، في النادي الاهلي كمان. الله 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 الله. يعني حاجه كده بقى، يبقى الابطال هيتكاثروا الفتره الجايه ان شاء الله في النادي الاهلي. مريم، بتبقى مهمه ان يكون يعني لو مثلا معروض عليك يا عريس او في شخص معين في حياتك ان يكون متفاهم بطبيعه اللي انت بتعمليه، وان انت بني ادمه مش ملك نفسك قد ما انت ملك نادي شايله على كتافك مسؤوليه اسمه وتاريخه. اه طبعا اكيد. احنا عامه يعني في مجتمعنا الرياضي يعني لسه قوي الناس مش فاهمه البنت الرياضيه دي بتبقى حياتها عامله ازاي، فطبعا ساعات بنواجه صعوبات في الاول في الموضوع ده. بس اكيد يعني لما يكون حد رياضي زيي اكيد طبعا بيكون احسن لي من حد مش رياضي، عشان بنكون نفس المايند سيت قوي يعني. في عندي فضول اعرف كواليس المعسكرات بتاعتكم لما بيكون في معسكر تدريب. شكلكم بتخربوا الدنيا طالما بصيتوا لبعض وبتضحكوا، يبقى بتخربوا الدنيا في المعسكرات. طمنوني كده عن معسكراتكم، بتكون كواليسها عامله ازاي؟ مريم تقول لك بقى. يعني على طول بقى اللي هو قاعدين كلنا في الاوضه مع بعض، كلنا عامه في الغالب يعني بنقعد في اوضه واحده، اوضه مريم، واللي هو يعني بقى على طول بنهزر وبنلعب، ويعني واغاني بقى. اه يعني بناكل طبعا اهم حاجه، ومره كابتن حمدي طبعا كده يعني. زمانه زي ما دعاء كاتبه ضحك هستيري. وده محسسني ان انتوا مش بتقولوا الحقيقه كامله، مش عارف ليه. صح كده؟ يعني حاجات يعني ممكن نطلب مثلا ديليفري، وبعد ما ناكل نرمي الحاجات عند الاسانسير كده. بصي، احاول اعرفه من كابتن رحمه حسن لعيبه الفريق الاول الكره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن رحمه، صباح الفل عليكي، اهلا بيكي. الحمد لله على سلامتك. الشكر والاكل فين ده؟ الو، انت سامعني؟ انا مش سامعك الحقيقه. الو كابتن رحمه، الف مبروك الفوز بالدوري والكاس. من ساعة لما سألت كابتن مريم وكابتن دعاء على كواليس المعسكر، هما الاثنين يعني كاتمين ضحك، فالكواليس عندكم عاملة ازاي؟ هي الثالثة بتاعتنا اهو. اتفضل. انهارت واعترفت عليكي دعاء اهو. عاملة ازاي كواليسكم بقى؟ صوتك راح يا كابتن رحمة. اه اتفضلي يا كابتن رحمة كده، رجع اتفضل. انا هو للاسف احنا الثلاثة مش عارفين نسمعك بشكل واضح. على كل الاحوال يعني بجدد التهاني ليكي مرة تانية ولكل عضوات الفريق، كابتن رحمة حسن لعيبة الفريق الاول للكرة الطايرة بالنادي الاهلي، وعودة لمريم ودعاء. بتخططوا لايه الفترة الجاية؟ بتجهزوا لايه؟ ان شاء الله باذن الله. احنا المفروض ان احنا هننزل التمرين يعني على يوم 1/10، فيعني اتمنى ان كابتن حمدي يكون سامعني وينزلهم بعد فرحي ان شاء الله. ننزل كلنا مع بعض، وان شاء الله بقى يبقى في بطولة عربية وبطولة افريقية. عايزين نركز بقى في كل البطولات اللي جاية دي عشان نفضل نحسب اللقب في كل البطولات اللي هندخلها ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. كابتن مريم، طموحاتك واصلة لفين؟ طموحاتي طبعا يعني الحمد لله مع الاهلي اخذت تقريبا معظم البطولات اللي انا لعبتها يعني مع النادي. طموحاتي بقى مع منتخب مصر ان احنا نوصل الاولمبيكس عشان ما حصلتش بقى لها سنين، وكاس عالم يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا نورتوني وشرفتوني، سعيد جدا بيكم، وشيء يعني حقيقه مدعاه للفخر. بطلات من النادي الاهلي بترفعوا اسم النادي وشعاره عاليا. الف مبروك عليكم الفوز بالثنائيه الدوري والكاس، واتمنى لكم كل التوفيق. وبالنسبه لك انت بصفه خاصه بالرفاقي والبنين ان شاء الله. ان شاء الله يعني اول لقاء لينا بعد سنه او حاجه تدخلي علينا بقى بشويه لعيبه صغيرين كده باذن الله. ربنا ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني. وهنطلع فاصل سريع ثم عوده لاخر فقره من فقراتنا الحواريه مع زميله العزيزه نهاوند سري، وعوده ل10 الصبح في الاهلي. اتفضل.